قررت اتجوز مرات صاحبي. واوعي تفتكروني راجل خاين، انا بالعكس انا مش خاين خالص، ده صاحبي وعشره عمري اللي عشنا طول العمر مع بعض، كنا بناكل في طبق واحد وبنشتغل مع بعض في كل حاجه. اسمعوا قصتي واحكموا بنفسكم. انا ليا صاحب وصاحب عمري من واحنا صغيرين، طلعنا مع بعض، كنت انا اللي عندي شخصيتي قويه شويه عنه، فعشان كده انا كنت دايما اللي بتصدر اي قرار، اصل انا عارف صاحبي قلبه طيب واي حد ممكن يضحك عليه. اشتغلنا مع بعض من واحنا صغيرين، كنا بنشتغل اسطاءات نقاشه، كنا بنعرف نعمل شقق، وطبعا كنا في الاول كنت انا وهو صبي عند المعلمين اللي هم بيتعلموا النقاشه وبيعلمونا النقاشه، لحد ما ربنا كرمنا وبقينا شطار جدا في المهنه واسمنا سمع، وكبرنا ونجحنا وكسبنا فلوس كتير، وانا وهو طول الوقت متفقين ان احنا يكون قلبنا على قلب بعض. انا وهو طول الوقت بنقسم اي حاجه بتجيلنا بالنص، الرزق بالنص والاكله بالنص وكل حاجه بالنص. المهم ان ربنا كرمنا وجالنا سفريه للكويت، وبقينا قادرين ان احنا نسافر عشان نشتغل بره مصر، وفعلا شفتها فرصه وما ينفعش انها تترفض، وكان لازم اسافر انا وهو عشان نشتغل بصنعتنا في الكويت. وسافرنا واشتغلنا وربنا كرمنا وفتحنا علينا ونجحنا وكبرنا، وبقينا نبعت فلوس لاهالينا عشان خاطر يعملوا لنا هنا ارض، يشتروا ارض ويبنوا عليها بيت ونعمل شقق ونعيش حياتنا زي اي ناس طبيعيه ربنا كرمها ومعها فلوس. وابتدت الايام تاخدنا واشتغلنا ونجحنا قوي، وطول الوقت انا اللي بتصدر القرارات المهمه، انا اللي بنصح صاحبي واقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، اصلا انا عارفه غلبان ويغرق في شبر ميه. المهم ان احنا واحنا في الكويت لقيت صاحبي بيقول لي انا عايز اتجوز. قلت له غريبه، ليه بتفكر دلوقتي في الموضوع ده؟ قال لي يعني السنين خدتنا وانا دلوقتي عمري عدى ال 32 سنه، متهيألي يدوب عشان اتجوز، انا بفكر في الاجازه الجايه انزل واتجوز على طول. قلت له طب انت حاطط عينك على حد؟ قال لي لا، هشوف بنت حلال كويسه واتجوز في 6 شهور. فعلا في اول اجازه ابتدى يدور وربنا كرمنا ورحنا فرح، وفي الفرح شاف بنت كانت ملفته جدا للنظر، ومن اول ما شافها وهو حط عينه عليها وقال لي هي دي. لكن كانت البنت شكلها صغير، كانت البنت لسه في ثانويه عامه. قلت له شكلها صغير عنك؟ قال لي انا هروح واسال واعرف تفاصيلها ايه. وفعلا ابتدى يسال اهل البلد لحد ما قالوا لي انها فلانه بنت فلان، بنت كويسه ومحترمه ولسه الثانويه عامه وبتدرس. المهم ان انا خدته ورحنا عشان نتقدم لها. والدها عاملنا حلو جدا وكان طاير بينا، لكن قال لنا للاسف بنتي صغيره ولسه بدري عليها وما وصلتش لسن الجواز، فياريت ان انت تاخد وقتك شويه لحد ما بنتي تبقى مؤهله انها تتجوز. ساعتها انا اتعصبت جدا لان متعود اخد قرارات في حياه صاحبي، وقلت له ازاي يعني تقول له كده؟ ده احنا كل البلد تتمنانا، والله احنا ما عندناش وقت، لو انت موافق صاحبي هيتجوز بنتك على طول. ساعتها لقيت صاحبي اتضايق جدا من رد فعلي واتعصب واتنرفز، وقال لي اهدى بس الامور ما بتتاخدش كده. بعد ما مشينا قلت له انت متضايق ان انا كنت واخد موقف؟ يا ابني اتقل، هي الناس عايزه كده، عارف لو حسوا ان انت مدلوق ساعتها والله لا يشتروا ويبيعوا فيك. وطبعا صاحبي ساعتها كان زعلان جدا، وانا مش عارف انا كنت قصدي افيده ولا انا عكيت له الدنيا. ولقيته تاني يوم طاير من الفرح، قلت له في ايه؟ الراجل رد عليك؟ قال لي ايوه رد عليا وموافق ان انا اخطب بنته. قلت له شفت، مش قلت لك هي الناس كده ما بتجيش غير بالطريقه دي؟ رد وقال لي لا ابدا، ده بالصدفه طلعت اختي الكبيره تعرف ام العروسه واتكلمت معاها وحاولت تقنعها، والحمد لله اقتنعت. وفات الايام وبقى خطيب، بقى صاحبي مشغول جدا بخطيبته، وانا ما انكرش ان انا بقيت اغير عليه، اصل ده صاحب عمري اللي كل حاجه بنقسمها سوا، بقى دلوقتي مشغول عني، بقى طول الوقت بيكلمها في التليفون، بقى طول الوقت هي واخده اهتمامه ووقته. لا مش ده صاحبي اللي انا متعود ان انا وهو نبقى مع بعض في كل حاجه، في الصغيره قبل الكبيره. لكن ما بقاش بس بيكلمها، ده بقى مستعجل جدا انه يستقر في القاهره عشان يتجوزها، وبقى طول الوقت بيعد الايام عشان ينزل اجازه. وفعلا نزلنا اجازه واتجوزها في اول اجازه. كنت فاكر انه لما يتجوزها المشاعر هتهدى ما بينهم والدنيا هتبقى روتينيه عادي، لكن لقيته اتجنن اكتر وبيفكر انه يسيب الشغلانه ويستقر في القاهره عشان يبقى جنبها. ساعتها قلت له يعني ايه؟
يعني هنسيب الرزق اللي ربنا فتحه لنا؟ انت عارف احنا مرتبنا هنا عامل كام؟ عايز تنزلنا تاني يا دوبك نكسب حاجات بسيطه؟ قال لي خلاص انا اخر السنه دي وهنزل استقر في بلدي عشان ابقى جنب مراتي. ساعتها غيرت اكتر واتغصت، يعني ايه عايز تستقر واللي احنا عملناه والتعب؟ ومن انت بتاخد قرار في حاجه؟ انا طول الوقت اللي باخد قرار في كل حاجه في حياتنا. وابتدى يزن عليا، وفعلا عدت السنه ونزل استقر وبقى جنبها. ساعتها ما قدرتش استحمل الغربه لوحدي انا كمان. بعد سنه من ما هو نزل نزلت واستقريت. طبعا الحال ده والرزق ما بقاش زي الاول، وهو كان صرف كل اللي جمعه على الجواز. عنده شقه وعنده بيت، لكن ما بقاش عنده حاجه. وانا نزلت معايا مبلغ وما بفكرش ان اتجوز دلوقتي خالص. قعدنا نتكلم مع بعض، واقترحت عليه ان احنا نفتح محل للبوهيات ونبيع فيه البوهيه والحدايد وخلافه من هذه المنتجات. المهم ان هو قال لي انا مش معايا فلوس، بس بفكر ان انا اخد ذهب مراتي. قلت له يا ريت تعمل كده، ما انت مغرقها في خيرك، ما انت ما فيش حاجه بتقول لك عليها بتقول لها لا، ما فيهاش حاجه لما تقف جنبك وتاخد ذهبها. وفعلا لقيته جاي لي معاه ذهب مراته وبيقول لي يلا نبدا المشروع. بدانا المشروع واحنا الاثنين كبرنا ونجحنا واسمنا سمع والرزق زاد قوي. ودايما كنت بقول له بلاش تفضل تصرف على الفاضيه والمليانه كده، لم ايدك شويه، مراتك هتاخد على كده، ولو جيت في مره مريت باي ازمه ساعتها مش هتستحملك ومش هتعيش معاك. كان يقول لي ليه بتقول كده؟ انا ربنا كرمني وان شاء الله اللي جاي كله خير. طبعا كنت دايما شايفه سهفيه وبيصرف كتير قوي، ومراته ما تستحقش الحياه اللي هي عايشاها دي، كانت بنت ناس بسيطه اصلا وكانت حياتهم على قدهم. لكن ما كانش بيسمع بنصيحتي، وكان كل اللي في جيبه بيصرفه على بيته ومراته. وعدت الايام وحصلت الصدمه اللي عمري ما كنت اتخيلها. صحيت من النوم على خبر موت صاحبي، موت صاحبي الوحيد. مات ازاي ما اعرفش، مات فجاه. لقيت الدنيا كلها بتعيط وبتبكي عليه، الدنيا كلها كانت مقلوبة. فجأة صاحبي مات في غمضة عين، والدكاترة بيقولوا سكتة قلبية وإرادة ربنا. كان خبر مفجع بجد، كان خبر محزن لكل الناس، لمراته والأهل والأهلي، وطبعا ليا لأنه عشرة عمري وصاحبي. وبعد موته بشهر تقريبا ابتديت أدي لمراته شهرية عشان تقدر تصرف هي والولاد، بس طبعا كانت شهرية محدودة لأن أنا مش ناوي أديهم شهرية يعيشوا بالسفه اللي كان صاحب الله يرحمه معيشهم فيه. وابتديت إن أنا أديهم مرتب كل ما أشوف ولد أو بنت من ولاده أو أشوفها أديها جزء معين من فلوس. لقيتها بتقولي أنا عايز أفهم إيه التفاصيل، جوزي ليه إيه وعليه إيه، هو إحنا لينا فلوس عشان ولاده الغلابة دول؟ انا عايزه افهم دلوقتي، هو كان شريكك في كل حاجه، فين نصيبه؟ ساعتها قلت لها حق ربنا، هو ليه النص في كل حاجه والخير كتير والحمد لله، بس انا شايف ان جه الوقت ان احنا نلم الشمل واتجوزك عشان خاطر انا اكتر واحد اقدر احافظ عليكي وعلى اولاده. وما تقلقيش انا مش هتجوزك دلوقتي، انا هتجوزك بعد ما يتم سنه، اصل انا راجل بفهم في الاصول. ساعتها رد فعلها ضايقني جدا، لقيتها اتعصبت واتنرفزت، واول مره تتكلم معايا بالاسلوب ده. ردت وقالت لي انت لو اخر راجل في الدنيا انا عمري ما اتجوزك. قلت لها ليه بس عمرك ما تتجوزيني؟ قالت لي طبعا اتجوزك ازاي، ده انت طول الوقت كنت بتقسي صاحبك علينا، ده انت طول الوقت كنت بتنصحه انه يمسك ايديه، هو انت فاكرني مش عارفه؟ انا عارفه كل حاجه، واوعى تفتكره ما كانش بيتاثر بكلامك، كان بيتاثر بيه، بس في الاخر طبعه الطيب هو اللي كان بيغلبه. فانت لو اخر راجل في الدنيا انا عمري ما اتجوزك، ولو سمحت حق جوزي انا عايز اعرفه بالمليم، وتدهولنا لا اما تدينا شهريه كل شهر من الارباح وتعرفنا اصل المبلغ. ساعتها انا اتعصبت واتنرفزت، قلت لها نعم عايزه تاخدي حق صاحبي، حق صاحبي وشريكي اللي تعب وشقي عشان في الاخر تتجوزي بعد سنه سنتين، راجل يجي ياخد اللي وراكي واللي قدامك، وساعتها العيال هم اللي يروحوا في الرجلين. لا يا ماما، انا امين على فلوس صاحبي حتى بعد ما مات، ومش هنولك مليم واحد الا لما ولادك يكبروا ويوصلوا للسن القانوني. ساعتها بصيت لي وقالت لي انت راجل ظالم، ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لها هو ده اللي عندي، هو ده اللي انا ناويه اعمله، ناويه ان انت تتجوزيني يبقى ساعتها هتاخدي حقك، وهصرف عليكم لحد برضو ما الولاد يكبروا وياخدوا حقهم بالمعروف. مش ناويه، انت حره وانا عمري ما هغصب عليكي، لكن فلوس ولاد صاحبي محدش هيلمس منها مليم. ساعتها العين ده خدني قوي، وابتديت اعاند معاها، وهي رغم ان انا فيه عندتني هي كمان، وقالت لي ولا يهمني
انا هشتغل وربي عيالي. اشتغلت بدل الشغلانه مره واتنين وتلاته، اشتغلت كل حاجه، كنت بتابع اخبارها وبعرف انها بتشتغل شغلانات مهينه جدا رغم ان هم ليهم فلوس، لكن انا كل ما كنت افكر اديهم ارجع واقول لا دي امانه ودي فلوس صاحبي وما ينفعش ان انا اديها لست مستهتره ممكن تضيعها على الفاضي والمليان، كفايه انها كانت بتصرف بطريقه فيها بذخ شديد جدا وانا اصلا كنت معترض على كده. كنت ببعت لهم مبلغ زهيد جدا لدرجه ان هي رفضت انها تاخده وقالت لي وفر فلوسك في بيني وبينك المحاكم. رفعت قضيه لكن للاسف ما عرفتش تثبت اي حاجه لان كل حاجه كانت تحت ايدي وكل الاوراق كانت معايا. عدت السنين وولادها كبروا وانا اتجوزت وخلفت 4 بنات وولد وحيد والرزق زاد قوي وبقى عندي مول كامل ببيع فيه البهيات والحدايد والخردوات وكل حاجه ليها علاقه بادوات النقاشه والرزق زاد جدا جدا. وبرضه فضلت معاند وكل ما كنت اسمع ان هم فيهم خير كنت اتغاظ اكتر واحس ان انا مش عارف يعني ايه، يعني الست دي ما غلبتش، يعني عملت كل الطرق عشان اكسرها ما اتكسرتش. لدرجه ان بنتها ما شاء الله كبرت ودخلت كليه الطب وانا ما كانش عندي غير ابني الوحيد اللي رفض انه يتعلم وقرر انه يشتغل معايا في الصنعه وقال لي انا عايز ابقى معاك في كل خطوه من خطواتك، انا فاهم الشغلانه وحبيبها ومش عايز اكمل علام. ساعتها سبته براحته لكن يشاء السميع العليم. وتمر الايام وابني الوحيد يروح مني، ماس كهربائي حصل في المول والمول كله ولع وابني كان جوه، ابني مات. وساعتها انا ما قدرتش بنفسي غير وانا في المستشفى وعرفت ان انا خسرت كل حاجه، خسرت المول وخسرت ابني الوحيد، ما بقاش عندي اي حاجه. ساعتها ما كنتش متخيل ابدا ابدا ان ممكن الدنيا تعمل معايا كده، ده غير ان انا كنت مسؤول عن الفلوس دي عشان اديها لولاد صاحبي اول ما يوصلوا للسن القانوني. لكن للاسف انا دلوقتي ما بقاش حلت اي حاجه وخرجت من المستشفى وانا عندي جلطه وقاعد على كرسي بعجل. طبعا اول حاجه فكرت فيها هو اني لازم ابعت لهم عشان يجوا يسامحوني، اكيد ده ذنبهم، انا عارف ان انا كنت غلط بس برضو انا كانت نيتي سليمه، انا ما كنتش عايز الفلوس تروح كده ولا كده او الست دي حد يضحك عليها، فانا كنت هبقى امن واحد على فلوس ولاد صاحبي اللي هم تقريبا ولاد اخويا. بعت جبتها وقلت لها سامحيني يمكن اللي حصل لي ده ذنبك. لقيتها ردت عليا بكل جبروت وقالت لي اسامحك انت لو اخر حد في الدنيا عمري ما سامحك. اسامحك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ اسامحك على وجعي وظلمي وقهرتي؟ اسامحك على مد ايدي للناس؟ اسامحك اني كنت بنزل في نصاص الليل اشتغل عشان اعرف اكل عيالي؟ اسامحك في ايام كتير نمت وانا هموت من الجوع بس اهم حاجه ولادي ياكلوا؟ اسامحك على ولادي اللي كانوا طول الوقت بيشوفوا العيال زمايلهم واصحابهم عايشين احسن عيشه وهم اقل الناس، وكنت كل ما اشوفك الاقيك انت ومراتك واولادك عايشين في خير واحنا للاسف معناش اي حاجه. انا عمري ما هسامحك، ولو انت الوحيد في الدنيا اللي واقف ذنبك على دخولك الجنه عمري ما هسامحك عشان ما تدخلهاش. انا بكرهك قوي، بكرهك وعمري ما هسامحك ولا هنسى اللي حصل. قعدت طبعا ابرر لها واقول لها والله انا كان قصدي خير، انا كنت عايز لما الولاد يتموا السن القانوني يدوهم حقهم. قالت لي وفين حقهم دلوقتي؟ ساعتها حطيت راسي في الارض لان انا خلاص تقريبا كل اللي املكه البيت اللي انا عايش فيه وشويه فلوس في البنك. قلت لهم انا هتنازلك عن كل حاجه، خدي كل اللي باقي، هو ده اللي حلتي. ردت وقالت لي انا مش هاخد منك حاجه عشان تعيش في الدنيا بذنبي وتموت والفلوس دي تبقى دين في رقبتك. وانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، حاولت اصلح الغلطه لكن ما بتتصلحش وحاسس ان خلاص الاجل قرب وخايف قوي من لقاء ربنا. هو انا فعلا كده ظالم؟ انا فعلا انا انسان وحش ولا انا كان قصدي خير وربنا اعلم بالنوايا؟ مش ربنا بيحاسبنا على نيتنا؟ انا نيتي كنت احافظ على فلوس صاحبي وفلوس ولاده صاحب عمري، انا ما كنتش اضمن الست دي ممكن تعمل فيها ايه، لكن دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. دي القصه اللي جات لي لواحد يعني كل الحقوق ويعني بيني وبينكم كده عايز يخليها بالشياكه ان هو كان بيعمل خير. اولا ربنا قال
في القرآن الكريم إن المواريث دي حدود الله، ده مش ورث طبعا، هو كان شريك معاه وكان هو الرجل الأمين على كل شيء وعرف التفاصيل، لكن حدود ربنا لما بنتعداها وبنتخطاها بيحصل اللي حصل. أولا أنت ما كانش ليك أي سلطة ولا صلة عشان تعمل ده، تاني حاجة أنت كان ليك بعد شخصي وما ينفعش لحد دلوقتي تكون بتكذب. عايزة أقول لكم إن صاحب المشكلة هو قاعد بيسمعنا دلوقتي، لما كلمني وهو بيحكي كان متأثر جدا وبيعيط طول الوقت، وطول الوقت كان عايز طول المكالمة يقول لي على فكرة أنا والله ما كان قصدي، أنا كنت بحافظ على فلوس أولاد صاحبي، أصلا أنا مضمنش أمهم سفيها وكانت بتصرف مصاريف فظيعة طول ما أبوهم عايش. ما كانش عايز أبدا لحد وقتنا هذا يقول إنه غلط، ما كانش عايز لحد وقتنا هذا يقول إنه كان عنده شهوة تجاه الست دي وكان عايزها لنفسه، ولما رفضت وقالت له لأ عمل كل ده. للأسف كان عنده حب تملك أيام ما كان صاحبه عايش، وكان طول الوقت هو اللي عايز يحركه كيف ما يريد، ولما مات ما اكتفاش بكده، كان عايز يحرك المسيرة من بعده، يحرك مراته وعياله. أنا قلت له في المكالمة أنت راجل ما تزعلش مني، راجل ظالم وهتتحاسب حساب عسير لأنك أكلت مال يتمع. الفلوس اللي أنت كنت شايف أنك ذو سلطة عليها دي كانت ممكن تفرق في حياة الناس دي كتير قوي. شوف الست شقيت وتعبت قد ايه، كانت ممكن بالفلوس دي ربنا يكرمها وتقدر تعمل مشروع تصرف على عيالها كويس، وسبحان الله ربنا اسمه العدل، ولادها دلوقتي متفوقين في دراستهم جدا، منها بنت لسه مخلصه ثانويه عامه السنه اللي فاتت وجايبه مجموع كبير جدا والتحقت بكليه الطب، على خلاف ابنه اللي راح منه وبناته اللي كل واحده اتجوزت واحد اكيد شخص قليل لان هي ما كملتش تعليمها، واتجوزوا كمان من ناس ما كملوش تعليمهم. الخلاصه اوعى تفتكر نفسك شاطر وذكي على المولى عز وجل، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. محدش صاحب سلطه على حد، وحدود ربنا اللي بيتخطاها ما يسالش حد غير نفسه لما يتظلم، وعفوا كده واللي يعوذ بالله يترمي في نار جهنم. انت ما كانش لك انك تاخد الفلوس دي، الفلوس دي ما كانتش بتاعتك، كنت هحترمك قوي إن رغم رفضها ليك رحت اتعاملت بجنتلة وبحق ربنا وبالأصول واديتها حقها هي وولادها وقلت لها ده قرارك انت حرة فيه، لكن ده حقكم وأرباحكم الشهرية بتكون كذا وأصل المبلغ كذا، وحطيت النقط على الحروف. لكن انت بني آدم ما فكرتش غير في نفسك، طبعا ربنا حب يعاقبك في الدنيا لأنه مهلك كتير قوي واداك فرصة سنين كتير قوي عشان تصلح الغلطة، وانت تجبرت أكتر وفضلت ماشي في طغيانك وظلمك لحد ما ربنا خد منك أغلى ما تملك وهو ابنك، ودلوقتي متهيأ لي مال الدنيا كله ما يسواش حاجة قصاد ابنك اللي راح منك رحمة الله عليه، ربنا يرحمه ويسامحه. ولكن كل اللي أقدر أقوله لك انت ظلمت وظلم بين، وحاول على قد ما تقدر تعمل أي حاجة إنك تدي للناس دي حقوقها وتدي للولاد دي حقوقهم، حتى لو الباقي من عمرك هتعيش معكش أي حاجة غير قوت يومك، لأن أنت اللي كلت حقوقهم وأنت اللي ما كنتش أمين وأنت ما كنتش أهل للأمانة. فلو سمحت رجع الحقوق لأصحابها، والكلام للجميع، لأي أخ واكل ورث إخواته، لأي أخت واكلة ورث أختها، لأي أب بيظلم بين عياله وبيفرق وكاتب لعياله ومش كاتب لعيال تانيين، أرجوكم يا جماعة الدنيا مش مستاهلة إن أنتوا تظلموا، ولا حد هينفعكم يوم الموقف العظيم، محدش هينفعكم لما تبقوا بين إيدين ربنا وأنتوا ظلمة، محدش هينفعكم لما تعدوا حدود ربنا وتظلموا وفي الآخر تقولوا إحنا ما كانش قصدنا، مفيش مبرر للظلم، مفيش مبرر لخيانة الأمانة، فلو سمحتم ردوا الأمانات إلى أهلها. طيب النهاردة كمان في موضوع مهم جدا وهو يعني عامل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، والحقيقة هو يستاهل انه يعمل ضجة، والموضوع ده وجعني جدا جدا جدا. شاب ما يتعداش عمره 17-18 سنة، شاب مش من القاهرة من الأقاليم، وجاي يشتغل هنا عشان عايز ياكل بالحلال. المهم ان الشاب ده صورته هتتعرض دلوقتي قصادنا، الشاب ده كان كل اللي عايزه في الدنيا انه يجيب قوت يومه بالحلال، انه يشتغل وبيسعى وشغال ديليفري في احد السوبر ماركت في المقطم. والقصه دي مش قصه انا بقولها لكم يعني عشان نقول فيها حلول، دي القصه دي حادثه اليوم، القصه دي حصل النهارده. الشاب زي ما انتم شايفينه شاب تقريبا عمره 17-18 سنه بيشتغل، طبعا النهارده احنا مموهين على وشه لان الولد مضروب علقه موت،
اللي انتوا شايفينه ده مش حرامي يتقفش سارق حاجه، ولا حد متسول، ولا حد خطف حاجه من ست ماشيه في الشارع، لا، ده شاب محترم جدا، شاب عايز يعيش بالحلال، شاب بيفهم في الاصول، سايب بلده وسايب اهله عشان يجي هنا يكسب بالحلال. المهم ان الشاب ده شغال في السوبر ماركت في المقطم، مفروض انه بيوصل طلبات، شغال دليفري. المهم ان هو خد الطلب اللي مفروض ان هو يوصله، وكان الطلب ده صاحب الطالب منه، الطلب من السوبر ماركت، الطلب كان طالب شويه طلبات، وكمان مديلهم عايز يشحن رصيد ب 50 جنيه، 50 جنيه صافي. الولد خد الاوردر وخد الطلبات عشان يوديها، وخد بقيه الاوردرات وراح بيها لصاحب الاوردر عشان يديهوله، وقال له يا فندم احنا شحنا لك ب 50 جنيه صافي، فالتكلفه 58 جنيه. الراجل فتح الباب اتجنن، قال له يعني ايه 58 جنيه؟ مفروض 55. قال له لا والله يا فندم هو الحساب 58 جنيه. قال له يعني ايه 58 جنيه؟ قال له طب ارجع للسوبر ماركت. الولد بيقول قفل الباب في وشي ودخل قعد 10 دقايق جوه، اتكلم في التليفون، رجع فتح الباب قال له ما بيردوش عليا في السوبر ماركت. قال له طب انا اعمل لحضرتك ايه؟ انا عندي اوردرات تانيه كتير ومفروض ان الحساب 58 جنيه وانا عايزهم حضرتك عشان امشي. قال له انت ازاي تكلمني كده وازاي تعمل كده؟ قال له هو انت حضرتك اللي بتكلمني كده ليه؟ المهم حصلت كلمه من هنا كلمه من هنا، الراجل ما سكتش، مسك الواد لطش لطش بالاقلام يمين وشمال، الصوره برضو عرضوها تاني. للاسف احنا عاملين يعني تمويه على وشه عشان خاطر طبعا احتراما ليه، وكمان عشان الضرب مبرح جدا ويوجع جدا. المهم الولد خد القلمين من هنا وما بقاش فاهم ايه اللي حصل، وساب للراجل الفلوس وساب له الاوردر وساب له كل حاجه وجري على السوبر ماركت. قال لصاحب السوبر ماركت ما كانش موجود، قال اللي موجود انا اتضربت وانا عايز حقي، والراجل ده ضربني وانا مش فاهم ضربني ليه. لقى عدم اهتمام من اللي كان موجود في السوبر ماركت، فالولد اتجنن فخد بعضه وراح للراجل تاني بالرسيد عشان يوريله ان هو الحساب 58 جنيه وان انت ضربتني ظلم، انا ما عملتلكش حاجه. وراح عشان يكلمه، راح الراجل فتح الباب تاني قال له انت جاي لي ليه تاني؟ قال له انا جاي لك عشان انت بتعاملني ليه كده؟ انا مش عبد عندك، انا مش شغال عندك، انا بعمل خدمه لحضرتك ومفروض اني ما اتعاملش كده. الراجل بدل ما يطيب خاطره ويطبطب عليه ويقول له معلش يا حبيبي ما تزعلش غصب عني كنت متعصب اي حاجه، مسكه اداله علقه موت وضربه بشكل انتوا لن تتخيلوه، بالحديده، ضربه بحديده، تخيلوا الجبروت، احنا مغطيين وشه لصعوبه المنظر. وكل ده ليه؟ عشان 3 جنيه، 3 جنيه. ولد شقيان على اكل عيشه بيشتغل في احد السوبر ماركت في المقطم، وده مفروض ان مفروض ان الناس دي بالذات نحترمها اكتر ونقدرها اكتر واحسن من المجرمين والمتسولين، لكن للاسف اتقابل مع بني ادم عديم الرحمه والنخوه والرجوله، ضربه وبالحديده على دماغه. طيب معايا جزء من الولد وهو بيحكي، خلينا نسمع الولد وهو بيحكي مرارة صوته وهو بيحكي اللي حصل له كانت ايه. خليكم معايا. انا اخدت الاوردرات من المحل وطالع معايا بتاع 4 اوردرات مش ليه هو بس، رحت له قلت له اتفضل يا باشا الاوردر بتاعك اهو، قال لي عايز اشحن كارت الكهرباء، قلت له يا باشا ماشي حاضر راح اشحنه لك وهجيبه لك، قال لي خلاص ماشي. عايز بكام حضرتك؟ قال لي ب 50 صافي، قلت له ماشي. فجيت شحنته يا عم احمد اشحن لي الكارت ده ب 50 صافي، قال له كله 58. شحنه لي وخدته ومشيت وخدت الاوردرات معايا ومشيت وخدت الكارت الكهرباء معايا، قلت له اتفضل يا باشا الكارت بتاعك. تمام. قال لي كام؟ قلت له 58 يا باشا. قال لي ازاي هو ب 55؟ قلت له يا باشا انا دي حاجه ما تخصنيش، انا حاجه انا دليفري شغال باليوميه معاهم انا بوصل بس، حضرتك لو عايز تستفسر من حاجه رن عليهم. قال لي خلاص انا هكلمهم، مش هكلمهم، وراح خبط ايه الباب في وشي وراح دخل لجوه، دخل بتاع قعد بتاع 5 دقايق جوه وراح طلع لي يقول لهم هم مش عايزين يرد، قلت له يا باشا انا دي مش ذنبي، انا معايا اوردرات عايز اوديها للناس زيك زيه، وانت قلت لي تعالى لي على طول انا جيت لك على طول، انا ما رضيتش اودي الاوردرات الا ما اجي لك الاول، فممكن تمشيني. قال لي انت بتكلمني كده ليه؟ انت ما تعرفش انا مين انت وانت وانت وانت. قلت له يا باشا انا كلمتك ايه؟ او انا قلت لك حاجه؟ انا بقول لك مشيني ولو ليك جنيه هجيبه لك لحد هنا،
انت مش متحرك من هنا، وانت وانت وانت. قلت له يا باشا ازاي، انا عايز امشي. تمام. ازاي تمشي ومش عارف ايه، خد يلا. وراح ايه، ورحت ماشي عليه، قلت له عايز ايه يا باشا، راح مدده عليا، ورحت سايب له الفلوس، ورحت جاي السوبر ماركت ضربني كفين كده، رحت سايبه وماشي. اه اللي هو سبته ومشيت، دي اول حاجه. ورحت جيت السوبر ماركت، قلت لهم حصل كذا 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 كذا، هل دي ينفع؟ قالوا لي ما ينفعش. قلت لهم انا عايز حاجه، محدش هرد عليا، اللي هو صاحب السوبر ماركت مش هنا ولا حد هنا. فقلت تمام. لهم خلاص، بعد اذنكم ادوا له الفاتوره بتاع الكارت، وانا اروح اوديها له واشوف هو ضربني ليه. انا مش شغال عبيد هنا ولا جاي هنا، انا جاي راجل اكل عيش. ورحت رايح له، قلت له اتفضل الوصله اهو 58 جنيه. انت حضرتك بتمد ايدك ليه دلوقتي؟ بتمد ايدك عليا ليه؟ انت تكلمني عادل، وانت 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 جنبك. وراح موش لي كده اول مره. قلت له يا باشا هو في ايه قدامك؟ هو انت شايفني فرخه؟ ما تمد ايديك. اروح ايه؟ اروح مد ايده تاني. راح ايه؟ مش عارف الله طلعه دي حديده ولا ايه، المهم اللي هو فضل يخبط فيها في وشي. يعني حضراتكم سمعتوا احنا وصلنا لايه من انعدام الاخلاق والضمير. شاب بيجري على اكل عيشه. طبعا النيابه كان ليها دور كبير جدا، وتدخلت وحققت في الواقعه، لان كان في كاميرات بتثبت الواقعه كامله. عايزه اقول لكم ان انا كلمت الولد اسمه محمود، كلمته وقلت له تعالى النهارده واحكي قصتك وانا هبقى معاك جدا. الولد رد عجبني جدا، قال لي انا مش هاجي، لان انا رحت والنيابه ما قصرتش معايا، وواقفين في ظهري وقالوا لي حقك هيرجع، وانا اهلي صعايده من المنيا، ولو عرفوا اللي حصل هيجوا وهيضيعوا لي حقي، لانه هيروحوا للراجل ده ياخدوا حقي منه، وانا مش عايز حقي يضيع في خناقه، انا عايز القانون هو اللي يجيب لي حقي. احترمته جدا لانه شاب صغير، وكان في المستشفى بيغير على الجرح لما كلمته. شاب صغير وواعي وعايز القانون هو اللي يجيب له حقه، مش عايز اهله يجوا باندفاع فيمسكوا في الراجل. اه ممكن يضربوه، لكن هو شايف ان القصه مش هتخلص بالعلقه دي، ان هم يردوا له العلقه بعلقه تاني، لا هو عايز الحق يجي قانوني. لكن هنا السؤال، ازاي وصلنا لانعدام الرحمه وانعدام الضمير للدرجه دي؟ شاب بيجري على اكل عيشه، يعني ان حتى انت ظانن انه واخد منك جنيه 2 جنيه زياده، يا ترى ده سبب يستدعي منك كل هذا الجبروت في التعامل؟ يستدعي منك انك تتعامل بعدم رحمه وتضربه بالطريقه دي؟ هو ما سرقش منك حاجه، هو ما نهبكش، هو ما جاش قال لك انا اخد حاجه منك بالعافيه. امال لو انت حد جه خد حاجه منك بالعافيه هتعمل فيه ايه؟ لما يكون ده بني ادم بيقدم لك خدمه وعملت فيه كده، لو بني ادم خد منك حاجه بالعافيه هتعمل فيه ايه؟ ساعتها ممكن يكون حقك، لكن يكون بني ادم بيمارس عمله وبيشتغل وبيجري على اكل عيشه وسايب اهله وسايب بيته وسايب امه وسايب ابوه، في الاخر يكون دي ده طريقه التعامل؟ وعشان 3 جنيه مهما كانت درجه البخل اللي عندك، ازاي؟ ازاي يعني انت بخيل وعديم الرحمه والانسانيه؟ ازاي ده بيحصل؟ ازاي ده بيحصل؟ عامل غلبان دليفري يتعامل فيه كده؟ بجد انا الموضوع ده انا بالنسبه لي موضوع يعني كارثي، ولازم نتابع لحد ما نشوف ان البني ادم المجرم ده خد جزاؤه، عشان بعد كده الناس دي مش عبيد عندنا، الناس اللي بيشتغلوا المهن دي مش عبيد عندنا، الناس دي ليهم كل الاحترام والتقدير. وهو قال له انا مش عبد عنك ولا انا فرخه عشان تعاملني كده. لو انت ما بتعرفش تتعامل مع البشر ما تتعاملش، ما تطلبش حاجه طالما انت مش قد انك تتعامل مع بني ادمين، انزل انت حضرتك جيبها لنفسك. طالما انت بالاخلاق دي، طالما انت بقله الدين دي، انزل انت روح جيب طلباتك، لكن ما تجيش على عامل غلبان ضعيف وتستقوى عليه، ولما يجي لك تاني ويعاتبك ويقول لك انا عملت لك ايه تمسكه تضربه تاني وبالحديده. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويقومه بالسلامه، ويا رب يا رب ان ده يكون عبره لمن لن يعتبر كل اللي زيه من جبروت وظلم وقهر، ياخدوا بالهم بقى لما يشوفوا ده اتعاقب العقاب اللي يستاهلوه. وان شاء الله هنفضل مكملين معاكم لحد ما نعرف التحقيقات والنيابه خدت الاجراء القانوني المناسب ولا لا، وهنبلغكم بكل التفاصيل. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني نكمل حلقتنا وبرنامجكم حكايات مع مروه عزام. اهلا بيكم مره تانيه.
ودلوقتي جه ميعاد التليفونات وخلوني اخد اول تليفون واقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضل. حضرتك كنت عايز استشيرك بس في تحت امرك يا فندم. انت على الهوا، حابب تقول اسمك؟ روما. اهلا بيك، اتفضل، انا سامعك. اهلا وسهلا حضرتك. بقول لك حضرتك، انا من 4 شهور كده ولا 5، انا اتعرفت على واحده حضرتك، هي متجوزه، كانت متجوزه ومتطلقه. تمام. فانا حضرتك قعدنا 4 شهور او 5 شهور احنا اتكلمنا مع بعض، وهي يعني انا عارفها وهي عارفاني من نفس المكان اللي انا قاعد فيه. وعرفتها وكده واتكلمنا مع بعض وارتبطنا ببعض. انا حضرتك انا مش متجوز. وهي كانت متجوزه ومطلقه وسابت جوزها. سابت جوزها عشان هي ممكن تكون ما بتخلفش. هي ما بتخلفش، هي يعني ما خلفتش يعني. فطبعا حضرتك انا اتكلمنا مع بعض وارتبطنا ببعض، وانا مش عارف اعمل ايه. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 30 سنه. وهي كام سنه؟ هي بتاع 27 كده، 26. مش عارف تعمل ايه في ايه بقى؟ عشان هي مطلقة وانت ما اتجوزتش؟ هي مطلقة وما بتخلفش وانا ممكن يكون عندي اهلي، انا ممكن ما يوافقوش، وامي. يعني طب انت كل الاسئلة دي جاي تقولها دلوقتي؟ يعني انت قعدت 4 شهور تكلمها وكنت عارف كل الظروف دي؟ انت بتقول هي معاك من المنطقة وانت عارف تفاصيل حياتها. يعني دخلت ليه العلاقة اصلا وانت عارف ان فيها 100,000 سبب بسبب هيتقلق عليه؟ لا، هي ما كنتش متوقع ان احنا هنخش في العلاقه دي، بس دخلنا واتكلمنا بعض. بس الفكره هنا بقى ان انا قعدنا نتكلم مع بعض 3 شهور، جينا في اخر شهر ده حضرتك لقيتها بتقول ان انا جاي لي عريس وكده، ومتقدم لي واهلي وافقوا عليه وقالوا فتح. طيب تمام. بس هي بتقول لي انا مش عايزاه. انا مش عايزه. هو يعني انت حاسس ان هي بتحبك، ولو لقيت منك ان انت جاي شاريها وهتخطبها هتوافق عليك فورا؟ بس انا مش عارف هي صادقه معايا في الكلام ولا لا. قصدك ان ممكن تكون بتقول كده عشان انت تاخد خطوه؟ عشان اخد خطوه. وهي حاولت معايا كذا مره ان انا اخد خطوه، بقول لها انا والدتي عندها الضغط وعندها السكر، وممكن حاجه زي كده هي ما توقفش عليها. طيب معلش، ممكن يحصل لها اي حاجه. انا مع احترامي الشديد لوالدتك، هي البنت يعيبها ايه عشان والدتك يترفع عندها الضغط او السكر؟ فكره انها مطلقه فده ما يعيبهاش، وموضوع حضرتك انها ما خلفتش فده رزق، ما يمكن تخلف معاك انت. يعني ايه اللي يعيبها؟ انا عايز افهم ايه وجه الاعتراض في الجواز، انها كانت مطلقه؟ طب حضرتك ما جت بقى حضرتك، انا خايف دلوقتي يعني يكون هي بتعمل كده مثلا، بتلعب بيا. يعني جت اخر شهر بتقول لي انا وافقوا على العريس وورينا فتحه. يا سيدي هي حتى خلينا نفرض انها بتقول لك اي كلام، نيتها بتقوله لك ليه؟ عشان انت تروح تخطبها. تمام. خلينا ما فيش عريس خالص، وهي بتقول لك الكلام ده من باب ان هي عايزاك تيجي تتلحلح كده زي ما بيقولوا وتيجي تتقدم. يعني هي نيتها خير، ونيتها دي دليل انها حبتك. بس ساعات حضرتك بحس ان انا يعني في اتغيرت معايا، يعني جت فتره كده واتغيرت معايا. بص خليني واضحه واقول لك الحقيقه، مش مامتك اللي عندها ضغط هيبقى عالي ولا سكر هيترفع، انت اللي عندك المشكله. انت اصلا مش مقتنع، على فكره انت مش مقتنع بالقضيه اللي انت عايز تقنع بيها الناس. انت نفسك شايف ان لا، ما ينفعش اتجوزها، صح ولا انا غلطان؟ ماشي حضرتك. انا بص حضرتك، انا رحت تقدمت لي كتير، واخواتي جايبين لي عرايس وكده والكلام ده. فانا الفكره ان انا مش عايز. طب ليه؟ انا كله بيقول لي، اخويا بيقول لي طب ليه؟ طب انت حلو. ليه انت ما طالما قدامك. طب ليه سيب بنت الناس في حالها؟ طالما طب ليه ما تشغلهاش وتكلمها في التليفون وتقول لها كلام حلو وتخليها تتعلق بيه؟ حضرتك احنا اتكلمنا شويه وبقول لك اتغيرت من ساعه ما جه العريس ده، وهي اتغيرت معايا وحسيت ان اتغيرت. يعني خدت موقف، ما بقتش تكلمك زي الاول؟ لا بص حضرتك، ما فيش كلام زي الاول. زي ما تقولي كده حضرتك، اللي هي اتكلمت معايا وحاولت معايا في البدايه 3 شهور او 4 شهور تتكلم معايا. انت عايز حاولت معايا ايه؟ ما رضتش. هي انا يعني مثلا كل شويه بقول لها احنا عايزين نشوف حل. طب معلش، يعني ايه عايزين نشوف حل؟ هي في ايدها ايه؟ حضرتك اللي راجل، حضرتك هي هتشوف حل معاك ازاي؟ هي بيتها موجود واهلها موجودين،
فحضرتك عايزة هتروح تخبط على الباب وتقول انا عايز فلانة، اه هنواجه شوية مشاكل، امي هتتعب شوية، لكن في الاخر انا راجل ومسؤول وانا اختياري الست دي. والرسول عليه الصلاة والسلام تزوج من ستنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، وكانت ارملة قبله مرتين ما قالش ليه كده، وكانت اكبر منه ب 15 سنة ما قالش ليه كده. بص يا ابن الناس، الحجج والاعذار ملهاش اي يعني ملهاش اي وجود مع الرجاله. الراجل ما يعرفش حجج واعذار. الشاري واللي بيحب مش هيقعد يطلع مبررات، اصل امي تعبانه والضغط بيعلى عليها والسكر بيجي لها، انت مش عايز تتجوزها وعقلك وقلبك مش مجتمعين عليها، سيبها في حالها. دي واحده حصل لها حاله انفصال، فهي اصلا اللي فيها مكفيها. عايزه راجل بجد يحتويها وياخد باله منها ويبقى في ظهرها. لو انت مش هتقدر تقدم ده سيبها في حالها، لكن ما نقعدش نكلمها ونشغلها وندخل في العلاقه وبحبك ووحشتيني وكنت فين وما بتساليش ليه، ولما تيجي تتغير وتاخد موقف تبتدي تقول لا اصلها اتغيرت. ما هتغيرت لانها لاقياك مش صادق، لاقياك مش جد، لاقياك مش الراجل اللي ناوي معاها خير، وانت من البدايه عارف انها مطلقه. فين القصه؟ يعني انت عارف ان دي بالذات مش هتنفعني، واهلي هيقولوا لي لا، واخواتي اللي بيجيبوا لي عرسان هيقولوا لي اشمعنى دي وليه تروح واحده مطلقه، رغم ان ده ما يعيبهاش ابدا. مفيش حاجه تعيب ست مطلقه شريفه محترمه رفضت حياه كانت من وجهه نظرها او حصل فيها مشاكل كانت غلط وقررت انها تنفصل. ده ما يعيبش اي ست. يعني سبحان الله، كانت تكمل في حياه وحشه مثلا تروح تخون جوزها، كانت ساعتها اه ما حدش عارف، فكده تبقى ست تمام. لا، المطلقه ست عرفت هي عايزه ايه، مش عايزه تكمل في حياه مزيفه. ده غير طبعا ان في تفاصيل كتيره جدا جدا ستات كتير بتطلق عشانها. يعني اللي متجوزه راجل بيشرب مخدرات ما تطلقش ليه، انا عايزه افهم، هتفضل قاعده معايا ولا تشرب معايا مخدرات؟ طب اللي متجوزه راجل قاعد هو في البيت وهي اللي بتنزل تشتغل وتصرف عليه، المفروض انها تكمل برضه عشان ما تاخدش اللقب، عشان ما يجيش واحد ما اتجوزش يتنطط عليها ويقول لها لا انت ما تنفعنيش وامي السكر هيعلى والضغط هيعلى. ما في اسباب، في اسباب، ومفيش ست عايز تخرب على نفسها ولا تخرب بيتها، لكن في ظروف وصلتها لده، فسيبها في حالها وربنا يرزقها باللي يعوضها خير. مين تاني؟ الو الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مروه، اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. تعيش، الله يكرمك. انا ارمله ومعايا 5 ولاد. اشتريت، كان ابني كلية طب أسنان، أختي عرضت عليا إن أنا أشتري شقة من عند جوزها وكده من 2015. هي جوزها عنده شقق يعني؟ دبرت. نعم؟ جوزها عنده شقق؟ آه مقاول. تمام، وهو قريب جوزي كمان. تمام. تمام، فقال لي أنا ببني ولازم تشتري لابنك شقة وكده، وهات لي الفلوس اللي معاكي وأنا هكتب لك عقد وكده. فقلت له مش كونك اللي انت جوز اختي اللي انت هتدخل اختي في المواضيع، انا هروح اشتري من المكتب عندك وهديك مقدمه بس ما تدخلش اختي ما بيننا، يعني اي حاجه اي يعني حبيتي تتعاملي زيك زي اي حد غريب. نعم، حبيتي تتعاملي زيك زي اي حد غريب بيشتري منك. بالظبط كده، حبيت نتعامل رسمي عشان ما يبقاش في اي كلام ولا حوار. المهم رحت للمكتب ومضيت على العقد، اداني عقد واخد مني عربون 50,000، وبعدين دبرت له كمان 20 في 10. المهم وصلت له 130,000. تمام. الشقه ب 180 من 2015، وكان السعر ده طبيعي بتاعها. تمام؟ تمام. حصل ما بينه وما بين اختي مشكله. انا كنت شايله العقد ده عشان كان بيتي، كنت انا بنقل من مكان لمكان، فشلت العقد بتاع الشقه ورق بيتي كله عند اختي من اخواتي كمان. فراحوا لما عرفوا ان انا شايله العقد هناك، اختي اخذت العقد بعلم اختي الثانيه. يعني اختك اللي هي مرات اللي انت اشتريتي منه اتفقت مع اختك اللي انت شايله عندها العقد. اتفقوا مع بعض، يقول لك قالوا لها احنا هندوكي شقه بالتقسيط المميت، بس هات لنا العقد اللي عندك عشان احنا عايزين بس نتك عليها عشان تحل المشكله اللي هي بينها وما بين اختك دي. تمام؟ هي ايه المشكله يا فندم؟ ادت لهم العقد، وهو بدل ما يحتفظ بيه وكده راح مقطعه وبايع الشقه من ورايا، وعلى علم منها وعلى علم من ماما وعلى علم من اختي اللي هي اخذت. لا بس واحده واحده واحده، عايزه افهم بس شيء.
انت بتقولي كان في خلاف، هما بيقولوا احنا بنضغط عليها عشان نحل المشكله اللي بينها وبين اختها، اللي هي ايه المشكله اللي كانت بينك وبين اختك؟ المشكله اللي انا كنت واخده من ماما 50,000 جنيه ودفعتها لكليه ابني، كان لما بابا توفى كان دخل خاص، فدفعتها ترمي سنه، ترمي كليه سنه يعني الترم كله. وقلت لهم انا اصبروا على، قلت لماما اصبري عليا، لا اما تخلي ال 50,000 جنيه دول ميراث شرعي نوزعه على اخواتي السته، وانا مش هاخد كل واحده 10,000 جنيه لما ربنا يسهل ويكرمني، يا اما انا اجيب لك عندي في البيت في العماره اللي انا بنياها شقه بعد المحلات كده هوضبها لك، واقول لابني اللي انا بعتها لك بال 50,000 جنيه وهنخليها عندك. يعني هم اصلا شايفين اخواتك ان انت خدتي فلوس مش حقك. اختي دي، لكن اخواتي التانيين لا، قالوا لي منين انت، ما ربنا يفرج عليك عشان انت جوزك اتوفى وانت معكيش حاجه وعايزه تكملي لابنك دراسته، فخلي ال 50,000 جنيه دي معاكي، ومنين ما ربنا يكرمك انا احنا يا نديها لماما يا تقولي وزعها على اخواتك بما يرضي الله. انا كنت متفقه معاها على كده. تمام؟ انا اخذت ال 50,000 جنيه من ماما كسلف، مش 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 كميراث. جميل، اتفقوا الاخوات عليكي وخدوا العقد الشقه وباعوا الشقه مع ماما ومع جوزها ومع اختي اللي انا شايله عندها العقد، واخدوا العقد من اختي. طب امك اتفقت معاهم بناء على ايه؟ رغم ان انت بتقولي انها مسامحه في الفلوس. ال 50,000 جنيه يجوا لي حالا. قالوا لها اخواتي التانيين، قالوا لها ده هي لسه بتعلم ابنها، ده ابنها لسه في اولى اسنان خاص. قالت لهم لا، قلت لها ماما اخدتها، قلت لها ماما انا عندي ارض وببني البيت، سيبيني شويه ابني واضبط حالي، اطلع مصروف الكليه بتاع الولاد، انا عندي خمس ولاد بيتعلموا، منهم اتنين طب يا ماما، سيبيني بس سنه ولا حاجه اقف على رجلي، انا بعت ارض وبنبني في بيت، بس سيبيني اكمل عشان اطلع ايجارات للشقق ديت واكمل بيها، ولما يطلع ايجارات انا هيكون معايا وفر اديك ال 50 وزياده. حلو، باعوا الشقه، عرفتي منين انهم باعوها وعملتي ايه لما عرفتي؟ فانا لما انا تاني يوم على طول اختي الكبيره بنقول لها انا رايحه اعمل كارد على معاش جوزي عشان اسد اختك الفلوس بتاعت ماما. قالت لي او اخد العقد بتاعي من عند اختك، اللهم شرطيه. قالت لي ما العقد اخده جوز اختك. قلت لها ازاي اخده؟ قالت لي اخده، قالوا لاختك احنا هنديكي شقه، وراحوا قعدوا معاها قاعده وقالوا لها اهم حاجه تجيب العقد اللي هو متشال عندك ده. ومامتك عارفه؟ قلت لها ماما عارفه. قالت لي رحت لماما قلت لها ماما الامور اللي بينا ما تدخليش جوز بنتي فيها عشان ده مال يتامى وده حد عليا الشقه كده. قالت لي انا ماليش دعوه، هو حر. قلت لها هو حر ازاي يا ماما؟ ولما باعوا الشقه ما ادكوش حتى اصل المبلغ اللي انت دفعتيه؟ لا ما ادونيش اصل المبلغ. طب انت وصلتوا فين يا فندم دلوقتي؟ يعني من نعتبر 9 سنين، انا دخلت في 10 سنين. وصلت لفين؟ انا دافعه 130,000 جنيه من 10 سنين. من 2015 بالظبط. المهم اللي انا رحت الاخت الصغيره اللي هي مراته ديت وقلت لها اديني صوره من العقد اثبت بقى حقي بس عشان حقي ما يضيعش. قالت لي لا. تمام؟ وبعدين رحت لجوزها قلت له هو احنا مش قلنا المشاكل اللي بيننا وما بين الاخوات انت ما تتدخلش فيها، ده يعتبر عقد بفلوس حرام كده. قال لي لا مالكيش دعوه انت، انا بنسيس اختك بس الصغيره. طب ليه ما رحتيش؟ يعني اعتبر ان العقد ضاع وما رحتيش لسه استخرجتي نسخه تانية من المحكمه من العقد؟ لا لا لا، ما هو العقد ما كانش لسه، ما كنتش سجلتيه، مش بيع نهائي، كان مستني لسه بقيت في كان عقد ابتدائي لسه، عقد ابتدائي لسه ما اتسجلش. فالمهم بقى قعدوا بقى يقولوا لي لا عمره ما ياكل عليك فلوس وعمره ما يعمل عليك فلوس، وقال لي ده انا ابن عم جوزك ودول حرام ودول ايتام وكده. على كده يا مروه فوجئت اللي هو بيع الشقه من ورايا، تمام، وصرف فلوسها وبنى وعمل وخلى، وللان ما دفعليش جنيه. يعني الشقه النهارده اللي انا كنت واخداها جايبه 1,000,000 وشويه، تمام، وما خدتيش اي حاجه. علاقتك باخواتك طبعا اتقطعت. قالوا لي احنا هو هيديك، ماما قالت لي هيديك، وصلحوني بقى وخلاص على كده واصبري وما اعرفش ايه. انا خفت اشتكي في المحكمه ولا في المركز بشهاده شهود ابني يعرف ان خالته سرقتني يحرمني من انا اللي انا اشوفها وهي تشوفني، كنت خايفه منه جدا. تمام؟ طب وانت بعد اللي حصل من اختك انت بتشوفيها عادي؟ بتقعدوا مع بعض عادي؟ بتتكلموا
يعني في لسه ود منكم؟ صاحبتني بقى عادي وقالت لي انا هخلي جوزي اول بيع يبيعها هيديكي فلوسك كلها وما اعرفش ايه. والله يا مروه اقسم بالله من يوم ما اخد الشقه ديت وباعها والراجل ده بصيت لقيته كان عنده حوالي اكتر من 15 مخزن ومعرض خشب ومقاول كبير وواخد اكتر من 5 6 مناطق بيبني فيهم على مستوى، لقيته انحدر كل ده سبحان الله. والمخازن بتاعته طبعا والمحلات بقت على الارض ومحلتوش اللضا انت وفلوسه كلها سمعتينا من ضاعت في اول السوق. الحلقه، كنت فاتحه من سامعني اول يا مروه؟ الحلقه، سمعتينا من اول الحلقه النهارده، ايوه. انت سمعانا النهارده من اول الحلقه ولا لا 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 ده لسه متصلين اصل عليا دلوقتي، انا سمعت احنا كنت عايزه اقول لك ان احنا كان عندنا قصه مشابهه قوي للي انت بتحكيه لبني ادم برضو كل حق يتامى وبعد سنين طويله حصل له حريق في المخازن وكل حاجه بقت على الارض. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول ما الله. ما ما فيش حاجه، ما ربنا مش هيبارك في فلوس حرام. طب قولي لي انت واتسجن 4 سنين وصلتي لايه دلوقتي؟ عشان خاطر شيكات وكمبيالات عليه، ولحد دلوقتي في عماره في طب البلد بتسوى اكتر من 50 مليون باني نصها ومش عارف يدخلها يكملها عشان صحاب الارض من عينه اللي هو يدخل العماره. تمام يا وانت مروه؟ لحد دلوقتي ما خدتيش حقك. لحد دلوقتي ما اخدتش حقي. جه الشق الثاني بقى، ان ماما جت وقالت لي انا ورثت من خالك ورث كبير وهعوضك، وانت الميراث في ايدك اهو تقسميه بما يرضي الله، وايه وانا ايه وخلاص كلنا نتصافى على كده. كانت قاعده عندي ماما بقى بقالها 2 سنين ولا حاجه. فجيت قلت لها يا ماما اللي انت عايزاه. قالت لي انتوا 6 بنات وزعي زي ما انت عاوزه، انا مش عاوزه. فجت اختي الصغيره اللي هي دي اللي هي مرات المقاول، قالت لي انا معايا اولاد ومعيش فلوس ومصاريف وكده، خلي كل واحده من اخواتك البنات يسيبوا لي جزء من المال. فقلت لها طيب يا ماما عشان انت ما تزعليش وانت بتعزي اختي الصغيره ديت، احنا هنقسم المال بدل ما هو على 6 بنات هنخليه على 7، وبنتك تاخد حصتين واحنا هو كل ايه واحد اللي ايه حصه اللي انتو بما ايه اللي يرضي الله. معلش عفوا ايه العك ده؟ ده ايه العك ده؟ ده حدود والله ربنا، ايه بص العك؟ انا انا ما لهوش هقسم عك، بدل على هو ستة رزق على سبعة، جميع. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ماما ده؟ ما كانتش ماما كانت عاي ماما كانت مصممه وبتقول دولها حاجه زياده عشان تربي ولادها مش بربتنا. طب ما انت ارمله وعايزه تربي ولادك ده هما ما هما خدوا مني الشقه، هما خلوني هما اكتفوا لي بحق وعايزه اللي انا اخد لما هي حقي. هتعوض حد الاولى مين اللي يتعوض؟ لو هي عايزه تعوض حد الاولى مين اللي يتعوض؟ اللي لا ده اتنصب اسمعي عليه؟ بس لا 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 ده اسمعي اللي هيخليكي انت تستغربي اكتر. طب قولي لي اسرع عشان الوقت، انا اتفضلي. انا حكمت بقى اللي هي اختي تاخد حصتين واحنا ناخد كل واحد حصه وتمام، وكل اخواتي وافقوا وكده. هو شهر واحد ماما قعدته معايا وراحت اختي واخداها من ورايا ممضياها على جميع ما تملك في الحياه، لا حول ولا قوه الا بالله. ومخليها تعمل تنازل كامل في الشهر يعني الاخر. انتوا لا عندكم انا طول اللي بيلحق، الشهر اللي ولا بيلحق كنت اصرف وبيعرف ياكل مبلغ بعال ولا امه كنت حلاوه هو اللي بصرف. بيعرف ياخد. عندكم نعم اللي بيلحق، عندكم اللي بيلحق، اللي يعرف يسيطر على امه اسرع هو اللي بياخد الفلوس. خدتها في الشهر العقاري يا مروه من ورانا كلنا ومضتها على تنازل وتوكيل عام وخدت الارض وخدت البيت. واللي انت زعلك بقى ان احنا كلنا ما بقناش نحب امنا، بقينا طبعا نتمنى لها اي حاجه تحصل لها. لا حول ولا قوه الا بالله. وجت اختي خدت المال كله وحطته في عبها ملايين، مش 50 ألف ولا 100 ألف، ملايين ملايين، بتتكلم في ملايين. يعني جوزها المقاول خد الشقه، خد الشقه وهي خدت الفلوس، وهي خدت الارض وخدت البيت وخدت الفلوس. طيب تمام، سؤالك ايه؟ انا اتفضلي. دلوقتي مش عارفه اتعامل مع ماما ولا عارفه اتعامل معاها، قلبي مش جايبني حتى اقول لها ازيك يا ماما. طيب اسمعيني كويس قوي، اولا انتوا ما تزعليش مني عفوا، عندكم في العيله عك السنين في مواضيع ما فيهاش، ما ينفعش فيها عك، يعني دي حدود ربنا. وانتوا عادي بتبقى حتى الام غريبه جدا، الام ازاي يعني مهما عاشت ربنا يديها العمر، بس هيجي يوم عمرها ينتهي، هتقابل ربنا تقول له ايه؟ في كل مره عماله تسيء التصرف، تسيء التصرف، يجي لها ورث من هنا تتصرف غلط وتقول لك خدي انت قسميه، ومش مفروض اساسا ان واحده منكم تقسمه، مفروض هي اللي كانت تقسم الورث بشرع الله، لكن انتوا عندكم مفيش حدود
ربنا انتوا بتتخطوها وبتتعدوها. ان كان جوز اختك اللي قبل الشقه، قد انت قلتي بنفسك حياته باظت، والشركات اللي عنده باظت، والمصانع ما اعرفش حصل لها ايه ومش قادر يكمل العماره. اختك ما اتعلمتش الدرس، لا دي مكمله في السرقه والنصب وخدت اللي تقدر عليه. هي كمان ربنا مش هيبارك لها، ربنا مش هيبارك لها. كنت اتمنى منك تبقي عندك ذكاء اكتر من كده في التعامل من البدايه، وتدبري الفلوس وتروحي تديها له وتاخدي عقد نهائي وتبقي مطمنه، لكن للاسف قدر الله ما شاء فعل، قصه انك مش عارفه تتعاملي مع امك وشايله منها، اكيد ليكي حق، وهي اللي دخلت الكره في قلوبكم، وهي اللي خلتكم ما تحبوهاش لانها اتصرفت غلط. وده يا جماعه اللي بنقوله، عشان كده كل حاجه في ديننا محسومه، وفي كل حاجه اتقالت واتدرست ودستور ومنهج، لو مشينا عليه مش هنتوه، ولا هنكره بعض، ولا هنشيل من بعض، ولا هنزعل من بعض، ولا هنبعد عن اهالينا. لكن لما كل واحد بيبتدي يشغل دماغه وبنبتدي نشغل مخنا على بعض، ده بيكون النتيجه. اهي الام خسرت كل حاجه وولادها كمان كرهوها، فاللي انت فيه طبيعي، لان انت طول الوقت هتحسي بالظلم وهتلاقي غيرك حاسس بالظلم، والام طبعا غلطانه وآثمه، وربنا يغفر لها ويسامحها، ويا رب تقدر تصلح الاوضاع قبل ما تقابل وجه كريم. اهم حاجه انت عامليها على قد ما تقدري بما يرضي الله، عشان يعني في الاخر هي امك، في الاخر هي امك. معايا مين تاني؟ الو الو الو، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ مارو. اهلا بيك، اتفضل. معاك محمد عبد العزيز. اهلا بيك يا استاذ محمد، انت على الهوا، اتفضل. انا معايا مشكله كده، كنت عايز حضرتك. سامعاك يا فندم، اتفضل قول لي. انا سامعاك. انا متجوز من 2013، وقعدت احلى 5 سنين مع مراتي ما اقولكيش يعني. جميل. قاعد في شقه ايجار، و واتنقلت، جيت اخر سنه في ال5 سنين دول تعثرت في دفع الايجار، فسبت الشقه ورحت شقه ثانيه يعني. جميل، خليك اسرع يا محمد عشان الوقت. دخلت في سكه المخدرات. لا حول ولا قوه الا بالله. فكنت اللي بشتغل بيه بصرفه على نفسي. فجاه كده يعني ايه اللي دخلك في السكه دي؟ انت كنت كويس وبتحب مراتك والحياه حلوه، ايه اللي وداك السكه دي؟ واحد صاحب بقى منه لله، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم حكيت لمراتي، قلت لها الوضع 1 2 3، انا باخد مخدرات وبتاع، وعايزك تقفي جنبي وكلام من ده. هي فعلا وقفت جنبي، نزلت تشتغل، بقت هي تصرف على البيت وتعالجني في البيت. خفيت ونزلت الشغل، انا برضك رجعت تاني بتاع 4 مرات على كده. وهي مستحملاك؟ وهي مستحمله. حصل بقى مشاكل في الشقه، بقت هي تدفع الايجار، هي تدفع مصاريف الاولاد، هي تدفع كل حاجه. بقى كل حاجه كانت هي اللي سنداني. يعني انت قاعد في البيت وهي اللي قايمه بدورك؟ شغال، بس انا شغلي بقى على نفسي، انا بجيب بيه مخدرات كمان. هي ما كانتش ما يعني انا ما كنتش بس عجيني في البيت. وانا حاليا دلوقتي هي بقى لها سنه ونص احنا منفصلين، وطالبه الطلاق، وانا الحمد لله دلوقتي بقى اكتر من سنه وما باخدش الحاجه ديت. والحمد لله شغال وكويس، وباني شقه كده، بس مستني اصبها ان شاء الله، عامل جمعيات ان شاء الله كده، ويا مسهل يعني. حلو، انت بقى عايز ترجعها؟ بتمنى من ربنا، انا هي اللي بتسندني، هي كل هي كل حياتي. هي دلوقتي انت عندك منها اولاد قد ايه يا محمد؟ عندي منها ولدين، وعد واياد. وعد واياد. هي دلوقتي رافضه رفض تام انها ترجع لك. تمام. طب انت مش شايف يا محمد ان هي يعني جت على نفسها كتير قوي؟ انت بتقول بدل المره 2 و3 و4، يعني مش شايف ان هي جابت اخرها؟ عارف ان هي جابت اخرها. طيب يعني انت دلوقتي بتحاول ترجع لها، انت ضامن انك مش هترجع للمخدرات؟ لا، انا اتعلمت الدرس فعلا. طب ما انت اخدت درس جامد المره دي، اخدت درس. ألو؟ جامد. طب خليك معايا يا محمد ما تقفلش، معايا حد مهم بالنسبه لك، خليك معايا. الو. ايوه. الو، اهلا وسهلا. حماد محمد معايا صح؟ أيوة. حماد محمد المتصل اللي معانا. الو الو الو، سامعاك يا فندم، حضرتك سامعاني؟ ايوه استاذه مروه انا سامعاك. انت حماد محمد اللي بيكلمني دلوقتي؟ ايوه. قولي لي يا فندم، دلوقتي هو عايز يرجع لبنتك،
ايوه انت رايك ايه في الموضوع ده؟ والله احنا نفسنا نرجع عشان خاطر الاولاد. يعني انت مشجعه ده وما عندكيش اعتراض؟ لا انا ما عنديش اعتراض، ولا انا ولا اخواتها ولا الدنيا بحالها، هو الاعتراض منها هي استحملت كتير. ايوه صح باعترافه، بيقول لي مره واثنين وثلاثه واربعه. صح. طب انتوا مش خايفين عليها يعني، ولا انتوا واثقين ان هو بطل خلاص؟ ايوه فندم. انتوا مش خايفين عليها ولا انتوا واثقين ان هم ان هو بطل، محمد بطل المخدرات؟ انا مش واثقه طبعا، انا ما اعرفش. انا مش واثقه، هو قال ان انا بطلت، بس انا يعني انا اسفه في الكلمه اللي هقولها، انا مش ماشيه وراه ولا قاعده معاه، انا مش واثقه. طب وده ما بيخوفكيش على بنتك يا فندم؟ لا بيخوفني طبعا على بنتي وعلى احفادي، هقول ما بخافش؟ لا بخاف. بتقعدوا معاها بقى بتقول لكم ايه لما بتحاولوا تقولوا لها ارجعي، ده هو عايزك وهو بيعمل المستحيل عشان ترجعي؟ لا هي مش معترضة على الموضوع ده خالص، وبنتعصب وممكن يعني البيت يتقلب عندنا زعل وعكنانة، والخوات كلها تزعل من بعض، لمجرد ما تيجي سيرته، لمجرد ما تيجي سيرة محمد والرجوع ليه. ايوه هي بتقول لي خلاص انا مش طايقاه، انا يعني انا اسفه، انا يعني مش طايقاه خالص يعني من جميع النواحي. طب ايه اللي غيرها وحولها كده؟ يعني انت ومامتها وقادره الناس بيها، ليه استحملت مره واثنين وثلاثه واربعه؟ ايه اللي خلاها المره دي مقرره قرار ان مش هرجع تاني؟ هي مع نفسها كده قالت انا اتحملت ياما، وانا ضحيت كتير، وانا استحملت، انا في حاجات انا ما اقدرش اقول لكم عليها حصلت ما بيني وما بينه، قرفتني من نفسي اصلا. يعني هي جابت اخرها والله، هي بس قالت لي الكلمه دي بس. لكن حضرتك رايك ان انت عايزاها ترجع؟ انا نفسي ترجع عشان خاطر عيالها، العيال بصراحه بيحبوا باباهم قوي عشان ما يبقاش كدابه. طب هي موجوده يا فندم؟ موجوده نقدر نكلمها؟ نعم نقدر نكلمها. والله انا كلمتها مع الاستاذه اللي اتصلت بيا وهي رفضت. هي رافضه تماما. الا طب انت علاقتك كنت علاقتك عامله ايه بمحمد؟ احنا على الهوا يا فندم، سامعاني؟ ايوه حضرتك سامعاك. بقول لك انت كانت علاقتك عامله ايه بمحمد لما عرفتي انه دخل في طريق المخدرات؟ والله محمد ابني الكبير برضك وانا بحبه. وهو بصي في مزاج ياما كويسه ومحترمه، مش اسلوبه مش وحش بالامانه برضك، مش والله مش عشان بتكلم على الهوا، ده شهاده حق بقولها. هو طيب برضك واسلوبه مش وحش، مفيش مد ايد، مفيش اهانات، مفيش زي. لكن اكيد لما كان بيشرب المخدرات والأب والأهل، بس اكيد دي في وقت المخدرات اخلاقه اختلفت اكيد. لا هو حتى فيها، وهو حتى فيها احنا فوجئنا بالحاجات دي. بس يعني هو يمكن باباها الله يرحمه اللي كان ما يعرفش، انا اللي كنت عارفه، وعالج ده انا وهي في البيت. وقعد في البيت كام شهر كده، يعني قعد في البيت وقفل عليه البيت وكانت تروح. ما هو حكى وقال ان هي حاولت كتير معاه. هو محمد معايا؟ ايوه. وباباها ما يعرفش، وكانت الاولاد تبقى معايا. محمد انت سامعنا؟ وانا ابن اختي معالج للمخدرات دوت، كنا نتصلوا بيه يقول لنا على اسامي برشام وحاجات نجيبوها له تساعده. أيوة. انا عارفه يا فندم ان انتوا عملتوا كل اللي في وسعكم، وانا بشكرك شكرا جزيلا وسلامنا لبنتك. ويا محمد انت معايا؟ معاك يا فندم. يعني كنا عايزين نساعدك، لكن للاسف مراتك واخده موقف، او طليقتك واخده موقف، وممكن توجه لها رساله اخيره. هي طبعا سامعانا دلوقتي، فاقول لها اخر حاجه ممكن تقولها لها وتوعدها بيها قدام الملايين كلها والناس اللي بتشوفنا. يا محمد انا ما اعرفش حد غيرها اصلا. انا يعني اول ما طلعت على الدنيا ما طلعتش غيرها، هي ابويا، هي امي، هي اخواتي، هي كل حاجه بالنسبه لي. بس انت ما صنتهاش يا محمد. ما انت اللي ما صنتهاش. انا ما صنتهاش، وانا جيت عليها كتير. يعني انا قصرت معاها كتير، بس انا المره دي بجد يعني بجد انا خدت الدرس، اول مره اخد درس بالطريقه ديت. يعني انت واثق انك مش ترجع للمخدرات تاني؟ انا خلاص، انا كفايه الدرس اللي انا خدته. عموما ربنا يصلح الحال، وهي سمعانا، ومامتها يعني نيتها خير،
وعايزه الموضوع يحصل فيه صلح، واشادت انك اخلاقك كانت كويسه، لكن المخدرات حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد بيأثر على شاب انه يدخل في الطريق ده، طريق اللي يروح ما يرجعش، طريق نهايته الموت، طريق ما فيهوش غير خساره، بتخسر كل الناس، اهمهم بتخسر نفسك. اول حد بتخسره هو نفسك قبل ما بتخسر كل الناس. ربنا يصلح الحال ان شاء الله ويشفيك ويعافيك، وده الهدف الاسمى والاهم، ان ربنا ياخد بايدك ويشفيك ويعافيك. خلوني اطلع فاصل وهنرجع للفقره اللي قريبه من قلبي جدا، وبالنسبه لي الفقره الاهم، لانها فقره الخير اللي بيها ان شاء الله نقدر بيها نساعد ناس كتير محتاجين. خلونا نطلع فاصل وارجع تاني مع حكايات مروه عزام. مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية، وجي معاد الفقره الاقرب لقلبي، فقره الخير. طبعا من ساعه ما بدات معاكم مسيره برنامج حكايات، ان كان على السوشيال ميديا او التلفزيون، وانا ربنا يعلم وحده صدق النوايا وقد ايه بتمنى ان اساعد كل العالم، واي حد محتاج حاجه ربنا يجعلني سبب. في حاجات كتير جدا بتحصل في الكواليس انتوا ما تعرفوهاش، في حاجات كتير جدا بتحصل ورا الكاميرات انتوا برضو ما تعرفوهاش. كتير جدا جدا بيجي لنا حالات تستحق حقيقي المساعده، كتير جدا ناس بتتكلم بتبقى عايزه علاج، بتبقى عايزه تعيش حياه كريمه، بتبقى عايزه طلبات كتير، ولكن بنفضل واقعين في حيره، يا ترى مين يستحق ومين بيدعي انه يستحق، مين فعلا يستحق ان احنا نديله ونبقى واقفين جنبه. وفي الاخر احنا محدش بيدي حد، ده ربنا اللي بيدينا كلنا، وكلنا اسباب، بس مين اللي ربنا سخرنا ليه بجد وهو يستحق، ومين المدعي اللي بيقول اي كلام. يعني اكيد مش هكدب عليكم ان حصل حالات كتير كانت بتقول حاجة، ولما نزلنا الارض الواقع نسأل اكتشفنا كلام مختلف تماما، وما اكتشفناش ان دي الحقيقة اللي اتقالت. عشان كده كنت دايما بقول انا وسيط خير، انا ما بلمش تبرعات، انا بيجي لي الحالة المحتاجة، بنبتدي احنا من البرنامج من 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 يعني من فلوسنا، احنا بننزل فريق بحث يبحث عن الحالة تستحق ولا لا، وبنبتدي ان احنا نساعدها. لكن ربنا من كريم فضله وعطائه كرمنا بمؤسسة، مؤسسة فيكم الخير، مؤسسة قررت انها تشارك معانا في الخير، واحنا اي حالة محتاجة مساعدة كل اللي هنعمله ان احنا هنعرض الحالة وهم هيتولوا امر البحث، وكمان من خلال الارقام اي حد يحب يساعد ويتبرع يقدر يتبرع من خلالهم، لانهم مكان موثوق مليون في المية. وبقول مليون في المية لان عمري ما هطلع اتكلم باسم مؤسسة غير ولا واثقة مليون في المية انها حقيقي تستحق ان انا اتكلم عنها. خلوني اخد تليفون واقول الو. السلام عليكم. عليكم ورحمه السلام. الله. اهلا وسهلا، اهلا بيكي، اتفضلي. ازي حضرتك يا استاذه مروه؟ انا بخير الحمد لله، اهلا وسهلا. إيه، انا عندي 33 سنه. ايوه. إيه، متجوزه بقالي 17 سنه. إيه، عندي 3 ولاد. تمام. إيه، ربنا اكرمني فيهم ان كلهم عندهم تأخر. معلش، انت متجوزه بقالك 17 سنه؟ ايوه. يعني انت متجوزه كان عمرك 16 سنه؟ ايوه. تمام. إيه، ربنا اكرمني ان ولادي الثلاثه عندهم تأخر. تأخر في الكلام، تأخر في الاستيعاب، تأخر في الفهم. إيه، انا لفيت بهم كتير جدا 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 عند الدكاتره وفي التخاطب وكل حاجه، هم ما عندهمش سبب صحي للي هم فيه دلوقتي. هم اعمارهم قد ايه؟ 14 12 3. تمام. وكلهم نفس التفاصيل بنفس الحاله؟ كل بالظبط. بالاخص الوسطاني كانت حالته أسوأ. كان داخل على التوحد، كان المعامله معاه صعبه وقاسيه جدا جدا، كان كل الحياه صراخ، مفيش نوم، مفيش، بيخاف من الناس، ما بعرفش اخرج بيه في حته، كل ده يعني ما كانش فيه لغه تواصل بيني وبينه نهائيا. هما بيوصلوا لحد سن معين وبينطقوا فيه، بس السن ده يعني 10 سنين، يعني اول ما يتم ال 10 سنين بينطقوا بقى طبعا الكلام مش واضح ومش مفهوم خالص.
خالص، مفيش مدرسة بتقبلهم، مفيش دروس بتقبلهم. يعني ولادي كلهم مفيش حد في مدارس؟ ايه؟ الولدين الكبار مفيش حد في مدارس؟ لا في مدارس بس زي قلتها يعني، هما مدارس حكومي بيروحوا ويجوا خلاص يعني. لازم دمج، لازم يتعمل دمج علشان يعدوا من السنين. المدرسين لازم يبقوا عارفين ظروفهم علشان محدش يأذيهم من الأطفال اللي حواليهم، مع إن بيتعرضوا للتنمر بشكل حضرتك ما تخيلهوش. فاهمة. فين زوج حضرتك يا فندم؟ باباهم وداهم عند دكاترة مخ وأعصاب كتير جدا، ووداهم عند دكاترة، وداهم عند تخاطب سنين طويلة جدا، ما كانش فيه اللي هو الحاجة اللي هي اللي تخليهم يتكلموا بسرعة ويستوعبوا بسرعة. هما كانوا محتاجين علاج أكتر، بس مع الظروف اللي في الدنيا هو ما كانش باباهم خلاص مش قادر إن هو اتنين يعني. أنا لو طبعا أنا عارفة إن الأمر ده مكلف جدا، فما بالك هما تلاتة. علاج المخ والأعصاب غالي جدا، فأنا لو بجيب إزازة دواء ب 300 جنيه أنا بقسمها لهم هما الاتنين، فده ما بينفعش. اقل حاجه لازم شهور وشهور علشان الدواء يجيب نتيجه، وده ما كانش بينفع، لكن لان الحاله يعني الظروف ربنا وحده عالم بيها. انت زوج حضرتك فين وبيشتغل ايه؟ انا زوجي عامل باليوم اللي ربنا بيقدروا عليه بيعملهولهم، لكن الديون بقى يا استاذه مروه الديون صعبه، وهو انا اصلا مريضه، انا مريضه جلطه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو يعني مش عارف يعالج نفسه او يعالجني او يعالج الولاد. الديون عليه ديون كتير. يعني انت دلوقتي كل هدفك في الحياه ان الولاد يتعالجوا؟ انا نفسي يتعالجوا، نفسي يتكلموا، نفسي يبقوا طبيعيين. انا ما بسمعش كلمه ماما دي خالص لمده 10 سنين بسمعهاش. انا ما تهنتش الطفل، انا ما اعرفش يعني ايه طفل. يعني ما حدش من الدكاتره قال لك ممكن يكون السبب ايه؟ انتوا قرايب، انت وزوجك قرايب؟ خالص مش قرايب. والله ما في اي سبب، ما فيش سبب ولا اي سبب. انا عملت رسم مخ، عملت رنين، عملت كل حاجه، ما فيش اي سبب واضح. انتوا من محافظه ايه؟ هنا من القاهره ولا من محافظه ايه؟ لا انا من محافظه بعيده عن القاهره شويه. تمام. كمان في حاجه يا استاذه مروه، اتفضلي. باباهم تعبان جدا، باباهم صحيا بقى في النازل بسبب الاسنان عنده. اسنانه كلها حصل فيها عافاكم الله تاكل، واتدمرت من جوه، وعملت صديد، الصديد ده كله مأثر على صحته وعلى قلبه جامد جدا. يعني الأب مريض بمشكلة الأسنان. أيوة. وأنت أيوة عندك جلطة مأثرة على صحته جدا. فوق ما حضرتك تتخيلي. أمال أنتوا عايشين إزاي؟ يعني إزاي قادرين تعيشوا اليوم بيومه؟ هو قادر يشتغل ولا دلوقتي مش قادر؟ هو بيشتغل. أنا هو لو قعد يوم يعني سامحني يا رب مش بنلاقي ناكل. هو بدراعه، هو بدراعه لوحده يعني، يدوب على قد الاكل والشرب فقط لا غير، ما فيش اي رفاهيات من اي نوع نهائيا. حتى انا مش بودي دروس، انا مش بودي تخاطب، انا مش بودي اي حته، هو يدوب الحياه ماشيه على الاكل والشرب بالعافيه. طيب يا حبيبتي ما تقلقيش، وثقي في الله خير، وزني واحسني الظن بالمولى عز وجل، لان كلنا في الاخر اسباب، وربنا يا رب يسخرنا لكل اللي محتاج. طبعا زي ما حضراتكم سمعتوا هي عيله مبتليه، فيها ابتلاء شديد جدا. الاب والام والولاد الثلاثه عندهم تاخر، علاج القصه دي بيبقى صعب جدا. ما بالكم اطفال مش عارفين يمارسوا ابسط حقوقهم انهم يتكلموا، مش عارفين، بيروحوا المدرسة كل الأطفال اللي حواليهم شايفينهم هم اللي فيهم حاجة غلط، فطبعا ده بيقابل تنمر، والأولاد نفسيتهم بتتدمر. بيوجع قلبي قوي لما يكون أطفال صغيرة بيعانوا من شيء، دي أكتر شيء بالنسبة لي بيبقى مفزع، لأن الطفل ده يعني حاجة ملائكية، فلما بيحصل له مشكلة دي بتبقى حاجة صعبة قوي. طبعا أنا عرضت لحضراتكم الحالة والأرقام موجودة، أي حد يحب يشارك في الخير يا ريت، محدش يتأخر. طبعا احنا واثقين جدا من اللي بيتقال، والجمعية كمان هتعمل بحث ونقول لكم كل التفاصيل، لكن اي حد بيعمل خير بيطلع زكاة ماله، صدقة، اي شيء، وتايه ومش عارف يروح فين وادفع لمين ومين الصادق ومين الكذاب، احنا بنوفر لكم الحالات اللي احنا واثقين جدا من صدق كلامها، وتقدروا تتواصلوا مع الجمعية وتتواصلوا مع الحالة، واي حد يحب كمان ينزل الحالة بنفسه مفيش اي مشكلة. خلوني اطلع اشوف تقرير وارجع تاني مع جمعية فيكم الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. جينا النهارده الحمد لله مع مؤسسة فيكم الخير، نشهد إنجاز من إنجازات مؤسسة فيكم الخير. جينا بفضل تعالى بتبرعاتكم وصدقاتكم على أرض الواقع. جينا لحالة أبو إسلام وأم إسلام، حالتهم كانت صعبة جدا جدا. أبو إسلام يا جماعة راجل كبير بس تعبان في السن وعليه كم من الديون والمشاكل المادية. جينا الحمد لله بعد ما سقفنا له البيت وأسعدناه وساعدناه، جينا نلمس هذه السعادة وهذا الفرح على وش أبو إسلام وعلى وش أم إسلام. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا مع حضراتكم النهارده بفضل الله تعالى، جينا نشوف فرحه ابو اسلام وفرحه ام اسلام وسعادتهم بعد ما ساعدناهم وحملنا هذه التبرعات والصدقات وادخلناها عليهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ابو اسلام؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه واخبارك ايه؟ فرحان يا ابو اسلام؟ اه فرحان الحمد لله. بجد والله؟ الله فرحان. انت باين عليك لسه زعلان. لا انا فرحان من القلب بس بقى. الحمد لله. انا عاوز حاجه تساعدني بس، يعني بدل ما اشيل على الشوية كده على كتفه والف ان شاء الله. بس احنا عايزين يعني نشوف فرحه السقف النهارده. سقف ال 100 وربنا يستر عليهم طريق. تحب تقول ايه للناس اللي ساعدتك وشاركت؟ عاوز ابص على اشوفهم كده وابصهم من تحتيهم لحد اخرهم. الله يبارك. ابصهم لحد اخرهم، لحد من اولهم لحد اولادهم لحد اولاد اولادهم. تقول لهم ايه؟ تدعي لهم ايه؟ وتقول لهم ربنا يستر عليهم طريقهم يا رب، ربنا يخلي لهم طريقهم ويستر عليهم ربنا. فرحت الحمد لله لما سقفنا لك البيت؟ فرحت والحمد لله. كنت يا ابو اسلام متخيل ان ممكن نجي لك مره تانية، ولا قلت الناس دي هتيجي تصور معايا وهتمشي مش هتاجي؟ انا قلت لهم لا، انا قلت صح لهم كده جايين. يعني انت كان عندك شعور طيب اننا جايين تاني؟ جايين. ربنا سبحانه وتعالى سخر ليك اهل الخير اللي شافوا تقريرك قبل المساعده، وفضل تعالى اتصلوا علينا وتبرعوا ليك، وقدرنا اللهم لك الحمد نسقف لك البيت الحمد لله. ادعوا لهم بقى دعوه طيبه. ربنا يستر عليهم ربنا، ربنا يستر عليهم يا رب، ويوسع ازرقهم ويوسعهم ويستر عليهم طريقهم يا رب. شكرا لكم كلكم، شكرا اللي تبرع معانا، وشكرا اللي انفق معانا، وشكرا للي اسعد ابو اسلام. تعالوا نشوف ام اسلام. ازيك يا ام اسلام؟ السلام عليكم. شكرا لكم يا رب، يعلمكم كمان يا رب، ويستر عليكم انتوا اللي زيكم، ويخليكم ويبارك فيكم يا رب. الله يعلم. حاجه جميله جدا وشعور جميل جدا جدا بفضل الله تعالى. ابو اسلام وام اسلام وبنتهم الاموره الجميله فرحوا الحمد لله، استرنا عليهم البيت. اسال الله ان يسركم في الدنيا وان يسركم في الاخره وان يجازيكم خير الجزاء. احنا لسه معانا حالات كتيره جدا زي ابو اسلام وزي ام اسلام، محتاجين يا جماعه صدقاتكم ومحتاجين لتبرعاتكم من خلال مؤسسه فيكم الخير. بننزل على ارض الواقع نلمس حاجات الفقراء والمساكين والمحتاجين. مؤسسه فيكم الخير، الخير منكم وفيكم. يعني ده جزء بسيط وإنجاز بسيط من الإنجازات اللي بتقدمها مؤسسة فيكم الخير. سقف اتعمل زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير لأسرة محتاجة حقيقي، لأن أبسط حقوقها إن هم يعيشوا من غير ما مطرة تدخل عليهم ولا أي حاجة تحصل لهم بسبب عدم وجود السقف. الحمد لله ناس كتير جدا ساهمت وساعدت لحد ما ربنا كرم بالسقف وتم تسقيف بيتهم بفضل الله تعالى. يعني كل اللي أنا أقدر أقوله إن أنا عارفة إن في ناس كتير جدا فيها خير، وكل اللي أنا أقدر أقوله إن في ناس كتير جدا عايزة تساعد وتعمل خير، بس أنا متأكدة إنها مش عارفة تبدأ منين، خاصة مع التشكك اللي طول الوقت بيحصل لنا بين حالات محتاجة فعلا وحالات بتدعي الاحتياج. لكن النهاردة حبينا نبسطها ونيسرها على حضراتكم. سمعتوا المكالمة اللي كانت معانا لحالة حقيقي محتاجة، ولادها عايزين يتعالجوا، 3 ولاد ما بيتكلموش، عندهم صعوبات تعلم، مش قادرين ينطقوا لحد سن 10 و12 سنة ما بيقدروش يتكلموا، الأب مريض والأم مريضة، حالتهم صعبة جدا، وكمان ناس كتير غيرهم محتاجين. الأرقام بتنزل قدام حضراتكم، أي حد يحب يعمل خير ما يتأخرش وما يترددش، ويخليك أولا واثق في الله، ثم بإذن الله يعني بإذن الله ثقة فيا وفي الجمعية، لأنهم ناس حقيقي حقيقي بينزلوا الأرض الواقع، وكل حاجة بنتأكد منها قبل ما أي حد بيتم مساعدته بفضل الله تعالى. أنا بشكركم جدا وبحبكم جدا، والوقت جري معاكم رغم أن وقت البرنامج زاد وبقى أكتر من ساعة، بقى ساعة ونص، لكن الأوقات الحلوة دايما بتعدي بسرعة. مواعيدنا الجديدة
أربع وخميس وجمعة الساعة 9:30 مساء على شاشة هي. كل سنة وانتم طيبين وربنا يسعدكم يا رب ويسعد حبايبكم، واشوفكم دايما على خير، وتحياتي ليكم. مروة عزام.